هاد الاتفاقية اللي مبرمو اليوم مع جامعة روما الثلاثة هي جامعة تهدف إلى تطوير العلاقات ما بين الجامعتين وتطوير أيضا العلاقات ما بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، حيث كتضم واحد خلق بعض معاهد البحث ما بين البلدين، وأيضا كتهدف إلى تطوير العلاقات اللي غتمكننا من الحركية نتاع الطلاب ونتاع الأساتذة في ميادين الحقوق، في ميادين التربية وميادين العلوم والهندسة، وأيضا فيما يخص في الدكتوراه يمكننا يكون حركية نتاع الطلبة في الدكتوراه باش يدوزوا واحد المدة نتاع 6 شهور في إيطاليا لتطوير الأعمال البحثية ديالهم. وايضا عندنا واحد المشروع تاع خلق واحد المستر مزدوج للطلبه المغاربه والايطاليين، باش الطلبه الايطاليين يجيو يدوزوا واحد 6 شهور في المغرب وعاود الطلبه ديالنا يدوزوا 6 شهور في ايطاليا، باش يمكننا نعطيو لهم دبلوم مغربي وايطالي، واللغه تاع التدريس غتكون اللغه الانجليزيه. وايضا جامعه روما باغا تخدم معنا باش نخلقوا واحد المركز هنا باش تطوير المهارات نتاع الطلبه ديالنا في اللغه الايطاليه، باش الا بغاو هاد الطلبه يمشيو يدوزوا الاجازه ولا الماستر في ايطاليا جامعه روما او جامعه اخرى، ممكن هاد الاتفاقيه تعطيهم هاد الفرصه. اليوم حنا بصدد يعني نوقع اتفاقيه شراكه مع جامعه روما 3 وجامعه محمد الخامس من اجل انشاء مركز ثقافي مغربي داخل جامعه روما. هذا المركز يتوخى ايصال الثقافه المغربيه للجاليه المغربيه، ولكن ايضا ايصالها لجميع المجتمع الايطالي. الثقافه المغربيه تتميز بالتعدد، بالتنوع، بالتسامح، بالتعامل مع الاخرين. اذا نعمل على نقل هذه المفاهيم يعني الثقافيه المغربيه التي اعتقد يحتاجها العالم الذي الان يعيش يعني في صدامات وتشنجات هوياتية، فأعتقد أننا نساهم يعني مساهمة بناءة من أجل بناء الجسور سواء بين الجالية المغربية والمجتمع الإيطالي، ولكن أيضا بين الدولة الإيطالية والمغرب. إذن هذا المركز الثقافي سيكون نافذا نطل من خلالها على إيطاليا ولكن أيضا على كل أوروبا. إذن ستتمكن الثقافة المغربية من التعريف بنفسها، وخاصة أن هناك عناصر ثقافية يحتاجها العالم اليوم. يعني إذا ذكرنا مثلا زلزال الحوز، التضامن الذي عاشه المغرب والمغاربة، هذا أعتقد العالم في أمس الحاجة لهذا هذه القيمة ولهذا المبدأ، قيمة التضامن التي هي جزء من الثقافة المغربية. نموذج التدين المغربي المعتمد على التسامح، المعتمد على التعدد والتنوع، أيضا يحتاجه العالم. نرى أن هذا الاستقرار السياسي أيضا والديني الذي يعيشه المغرب أيضا يحتاجه العالم. محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب الذي نجح فيه المغرب على عكس الدول الأخرى أيضا يحتاج إليها العالم. فهذا المركز سيتولى نشر هذه القيم المغربية، الثقافة المغربية، أو ما نسميه نحن بتمغربية بأبعادها المختلفة الدينية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية وغير ذلك. إذن تعداد الجالية المغربية يعني يصل إلى 800,000 نسمة في إيطاليا، وهذا رقم مهم يعني يستحق من الالتفات والتقديم، خاصة هناك طلب من الأجيال الأولى والثانية والثالثة على الثقافة المغربية، لأننا نعتبر الثقافة أساس في ضمان الترابط يعني بين الجالية المغربية بين مغاربة العالم أينما كانوا، خاصة في إيطاليا ووطنهم الأم. إذن هذا هو الهدف من أجل توقيع شراكة اليوم، وشكرا.